اوتوماتيك كنترولر كان يستخدم في الموقع العمل في الفيلد في المصانع، وهذا للحلي قياس الحرارة، السنسر الحرارة متصل فيه، والكنترولر زي ما بنعرف له ثلاث انبوت سيجنال اللي هو من الميجرمنت اللي هو من الحرارة، وله الاوتبوت سيجنال اللي بروح مشان يشغل الفالفز، وعندنا ست بوينت اللي بغيرها الاوبريتر زي ما بده تكون الحرارة في الموقع موقع العمل. نوعه بي اي دي كنترولر، بي اللي هي البروبورشنال، وبنقدر نغير البروبورشنال من الداخل في ويل للبروبورشنال باند، بنقدر نغيرها زي ما بدنا، مثلا هاي محطوطة على 100، المية يعني بروبورشنال باند معناه الجين واحد. الريست فاليو اللي هي الانتجرال فاليو برضو بنقدر نحط نغيرها عن طريق سكرو درايفر الى اي رقم، وهلا موجوده هي تقريبا 0.04. ريبيت بير مينيت، وعندنا ديريفيتيف فاليو فيري سمول. التمبريتشر عاده اللوبس البطيئه زي التمبريتشر والليفل يفضل وضع الديريفيتيف عليها. هذا برضو بنقدر نحوله اوتو مانيوال. في حالة المانيوال الأوبريتر بيقدر يتحكم بالأوتبوت عن طريق الريجوليتر، ولما يكون أوتو فقط بيقدر يغير الست بوينت، بيقدرش يغير الأوتبوت الأوبريتر إلا الكنترولر بيغير الأوتبوت. هذا الجهاز مصنوع قديما، بدأت صناعته من القرن الماضي سنة الأربعين، في الأربعينات سنة 43، السبب اسمه موديل 43AB نيوماتيك كنترولر. في داخله في سنسر للحرارة عن طريق فيلد تايب، يعني هذا السنسر تبع الحرارة مش الكومون اللي بنعرفهم، هو عبارة عن سنسر بايب، يعني بايب صغير فيلد وذ نيتروجين، when we heat it لما يسخن بتزيد الضغط تبعه، الضغط تبعه بيأثر على سنسر للضغط في داخل الجهاز، يعني بتحويله الحرارة إلى ضغط، بشعر في السنسر والسنسر بعطيه إلى الكنترولر كإنديكيشن. هذه الطريقة بدأت كل استخدامها بعد ما صارت استخدام الكثير للثيرموكابل والRTD. الكنترولر نقدر نشوفه من نفس الكنترولر أو من حركة الصمام نفسه، حركة الفالف. بحالة الوجود هذا صفر، الفالف فاتح 100%، لما يكون 100% اللي هي 1 كيلو جرام بير سكوير سنتيمتر أو 1 بار، الفالف بيكون مغلق. ممكن نعمل إكسبريمنت حتى نشوف هل فعلا بيشتغل الكنترولر أو لا. فعادة نضبط الست بوينت على اي قراءة بدنا اياها، نفترض انه القراءة بدنا القراءة 60 درجة او 50 او 40، مثلا بدنا نضبطها على 40 بنوضعها بهذه الطريقة. ففي حالة انه الحرارة بتزيد عن 40 راح يغلق المصدر الهيت اللي بيكون جاي عن طريق هذا الفالف، مثل بخار او هوت اير او هوت ووتر للبروسيس. ولما يقل عن 40 بتزيد فتحة الصمام. حتى نجرب التجربة الهيتر نسخنه بطريقة أكثر من الست بوينت، حتى نشوف لما يوصل الست بوينت ولما يزيد عن الست بوينت كيف الفالف بتفاعل. الهيتر
اسمه دراي بلوك كاليبريتر، يعني بعطي حراره، يعني مصدر حراري مضبوط جدا وسيرتيفايد، يعطينا اي درجه حراره. فاحنا قررنا نحط السيتنج اكثر من السيتنج اللي حاطينها هون 40، فبنحط هون 50 او هي موجوده 65. هلا هي السيتنج 6.65، بدنا ندخل 65 ونشوف. فبدا يعمل هيت، قلب من كول الى هيت، لانه بدنا نوصل 65 واحنا الحراره عندنا 20، فمعناه المطلوب هيت. فالكنترول الهيتر بدا يسخن، فالحراره بدات هون في الهيتر ترتفع، في الهيتر بترتفع الحراره بسرعه، الا انه في الانديكيشن للكنترولر بتاخذ وقت، لانه حتى الهيتر نفسه يسخن ويسخن البلب اللي فيه الهواء ويعطينا، هذا بيعمل ديلي قريب من 5 إلى 8 دقائق. فراح نشعر دائما انه هاي الحراره دائما متاخره عن هاي عن القيمه ب8 دقائق. انا لعب صارت 21 بينما انا واصل 39، لو ننظر علي او 40، هلا بعد 8 دقائق هاي بتكون وصلت 40. ايش الباور تبع الكنترولر او كيف بيشتغل الكنترولر؟ هذا كنترولر قديم كان يعتمد فقط نظام هوائي، السبلاي لا فيش فيه اي كهرباء، السبلاي هواء، وعاده قيمته بتكون 22 بي اس اي او 1.4 بار، والاوتبوت بيكون دائما 1 بار اللي هو الماكسيمم او 15 بي اس اي. وهذا كان امين جدا في استخدامه في الاماكن الخطره جدا، لانه ما في فيها اشتعال، لانه الهواء ما مش مصدر لاي شرار او حراره او هلا قرب يوصل للست بوينت. هلا لما الكنترولر قرب يوصل الست بوينت، اذا الفالف راح يبدا يتفاعل بعد ما يكون، لما تزيد الحراره عن الست بوينت الموجوده واللي مبين في هذا، راح الفالف يبدا، وبالتالي بدا الفالف يسكر. طالما لما الفالف يسكر المفروض انه الحراره تنزل، بس لانه ما هذا اللوب اوبن لوب مش كلوز لوب، راح تظل الحراره ترتفع رغم انه الفالف سكر. بس احنا في هاي لاحظنا اغلاق. طيب خلينا نغير الست بوينت، نجرب نغير الست بوينت الى قيمه اكبر، حتى الله نراقب كيف حركه الفالف راح تنعكس. فتغيير الست بوينت، نضع الست بوينت الى 60، فراح نشوف كيف انه الفالف فتح حتى يامن حراره الى البروسيس، وبالتالي الحراره تزيد. وراح نشوف انه الفالف فقط لما يوصل الستين او يبدا يزيد عن الستين راح يسكر حتى يوقف الحراره على البروسيس حسب ما بده الكنترول. طبعا هاي الكنترولرز بدت ظلت عاشت اكثر من 20 سنه، وبدا في الستينات نفس الكنترولر النيوماتيك بس باشكال مختلفه، لانه صاروا يحطوها في البانلز لما صار في المصانع كنترول روم موحده، فصاروا ينقلوا كل الاشارات الهوائيه الى غرفه، وصاروا يستخدموا انواع مختلفه من الكنترولرز اللي هي هذا الكنترولر، نفس الفانكشنز ونفس ال كيف بتغير الست بوينت في ها؟ في تغيير الست بوينت في هذا الكنترولر، من موجود سيتنج قريب من الاوبريتر، وبقدر احط النسبه المئويه اللي بده اياها من الحراره او الضغط او اي شيء بتحكم فيه، بينما ما بقدر الاوبريتر يغير البارامترز اللي هي الدريفيتيف والبروبورشنال والانتجرال فاليوز، او يغيروا من انكريز تو ديكريز
او ريفيرس اكشن للاوتبوت. بينما فبيكون يعني فقط بالفنيين الانسترومنت او المختصين بيكونوا بتغيير والتيونينج للكنترولر. هاي تقريبا البدايات او البدايات الريال كنترول اللي بدت بالاربعينات، ولليوم هاي الشركات اللي بدت بهذا السيستم ما زالت تشتغل في نفس المجال. هذا الانتاج شركة هذا انتاج شركة فوكسبورو. شركة فوكسبورو اليوم صارت جزء من شركة انفينسيف. تقدر تاخذ الداتا زي ما شايفين للجهاز